نعمل تاني وصفة من الصين اللي هي المونغوليان بيف أو اللحمة بالطريقة المنغولية. ومقادير اللحمة هتكون 500 جرام لحم شرائح، 2 معلقة صغيرة زيت، 2 معلقة صغيرة صويا صوص، 2 معلقة كبيرة نشا، ربع كوب نشا، 3 أرباع كوب زيت، 1 معلقة صغيرة جنزبيل، 5 فلفل حار جاف، 5 فصوص ثوم مفروم، ربع كوب مية، نص كوب صويا صوص، 3 معلقة كبيرة سكر بني، 2 معلقة كبيرة نشا، 2 بصل أخضر. وعندنا كمان البوك تشوي أو النوع ده من أنواع الخضروات من الصين برضو. عندنا 6، 1 معلقة كبيرة أويستر صوص، 1 معلقة كبيرة مية، ربع معلقة صغيرة زيت، نص معلقة صغيرة سكر، وفلفل أبيض. أوكي، أول حاجة إحنا هنتبل اللحمة، هنحطها وهنحط معاها كمان معلقتين النشا وهنسيبها حوالي ساعة أو ساعتين في الثلاجة طبعا. وبعد ما تقعد الساعتين دول هنحط بقية النشا معاها ونقلبها. نتأكد إن النشا متوزع كويس. هنحط الزيت في الوك ونتأكد إن هي بس سخنة. أوكي، هنحط اللحمة كلها في الزيت وهنسيبها لحد ما تبقى لونها بني. في الوقت ده انا ممكن ابتدي اقطع البوك تشوي. هنشيل بس الحرف وهنقطعه بالنص. أنا هكتفي بدول وهنحط الزيت في الطاسة الثانية. وهنبتدي نحمر البوك تشوي. اوكي، اللحمه كده اتحمرت. هنحط معاها الجنزبيل، البصل الاخضر، الصلصه الناشفه، والسكر، سكر بني، هنقلبهم مع بعض شويه. بعد كده هنحط الصويا صوص والمية وهنسيبهم لحد اللحمة ما تستوي خالص. هجيب البوك تشوي و
وهحطه هنا. وفي نفس الطاسة هنجيب المقادير بتاعت الصوص بتاع البوك شوي، ما يحتاج شوية مية. ونسيبه يتبخر شوية. ولما يبتدي يدخل هناخد الصوص ونحطه عليه. وزي ما قلنا هنسيب المونغوليان بيف لحد ما يستوي تماما، وده بيكون شكل المونغوليان بيف. بعد ما بيستوي حطه بس على النار العالية شوية. وبعد كده هناخده ونبتدي نغرفه مع البوك شوي.